لا مش عارف فين المعلم منعم، وسع لنا عشان احنا ندور عليه. ايه القسه توك ده؟ بقول لك يا زميلي تعال. امرني. انا امشيك. الله يكرمك. بس ليه طلب سؤال ان؟ ايه طلب ايه؟ سؤال ان. اؤمن عادي. سيبها وخد عرقها. لا يابا خدها بعرقها يابا، ما يغلاش. بعرقها؟ اه ما يغلاش عليك. اخلص. عرقها ده انضف منك. من المجنون. انا اسف جدا، انا مش عارف عملت كده ازاي. ايديا انت هتف عليا. تف عليا. هتعمل ايه؟ على الطلاق لا تموت يا دي النهارده. طب خليها تف. على الطلاق لا اقتلك. لا لا الله. حد ليه يشوف حاجه؟ طب حد شاف شوقي حامد؟ راح مشوار وراجع يا معلم. لما يرجع قولوا له المعلم منعم عايزك. يا معلم منعم. في ايه يا ولا؟ انا هاني حامد اخو شوقي حامد، وجايين لك من طرف الست صباح. صباح العيقة؟ الايه؟ العيقة. اه جايز. هي عيقة. اه سيبوهم. يرضيك يا سيد المعلمين، يتكتروا علينا ويلونوا على حريمنا ونقف ساكتين من غير ما ناخد حقنا؟ متوجه انت تضربونا هنا يالا؟ انت جاي تضربنا هنا يالا في منطقتنا؟ انت واكل ايه؟ والله لحم بطني من الصبح. ده انت ولعك زخانه بحالها. خد يا شيبه. يا معلم. روح تعيش. فينو ولا كايزر يا معلم؟ فينو. فينو. ماشي يا معلم. أنا حييتك من تاني. استغفر الله العظيم. معلم أنا اللي كنت بتضرب. أنا حييتك من تاني. استغفر الله العظيم يا رب. الجراحة حلوة مفيش كلام، بس أخد الحق صنعة، واللي أنت عملته ده مفيش فيه أي صنعة. دي دخلت إنك لميت وإنهم لميتون. واضح يا معلم إنك متأثر بالفيلم ده قوي. فيلم إيه؟ فيلم إيه؟ مش بعدين. معاك سجاير؟ ما أنت بتشرب معاه السلوى يا معلم. أنت مالك؟ صح صح صح. اتفضل سيجارة يا معلم. هات العلبة كلها. حط السيجارة. انت فديت نفسك بالعلبة دي. ده لو ادينا له كيس شيبسي شوفوا هيعمل معانا ايه. انا هشغلك معايا. ماشي بس انا مش بطولي. ايه فورياجي؟ مش اهواج انا. والنبي يا معلم فكك بس من الفيلم ده لحظة، وطالبين منك خدمة. احنا عايزينك تجيب لنا حرامي من عندك، عشان لما مؤاخذة كده عايزين نعمل عملية. ما الحتة كلها حرامية. لا ما احنا عايزينك انت يا معلم اللي ترشح لنا حد. ما اقدرش يا بنتي، كلهم معزة واحدة، كلهم أولادي. احنا قصدنا اننا عايزين حد يكون trustworthy. اه؟ يعني حد تكون بتضمنه بس. اضمن مين؟ دول كلهم حرامية. انتوا تروحوا على القهوة تفرزوا اللي تفرزوه وتختاروا اللي تختاروه. اه احنا نروح نعمل اوديشن للحرامية. اوكي. ولو حصل حاجة قولوا يا معلم منعم. دي معلم منعم دي زي جزر يعني، دي التعويذة. اه نيلي ده طلع خارق. واو. اتكلوا انتوا على الله. ماشي باي. يا معلم خد العيش اهو. انت سبتهم يمشوا؟ احنا كده بنتف في عبينا. بلاش قرب بقى يا ولا. لو عندك علبة ايس كريم في الفريزر والنور قطع، تاكله هو سايح ولا تستنى اما النور يرجع والايس كريم يتجمد وتاكله؟ طب ما نجيب واحد جديد اسهل يا معلم.
وكتر مصاريف، كتر مصاريف ولا. نعدي من هنا؟ اه. وط يا اهبل، اوعى بقرف، مش كفايه اللي احنا فيه؟ I love the place. اكيد هنا في عرس كتير. هو ينفع نتصور هنا؟ اه، ما معاك الكاميرا تصورك هنا. اشربوا يا اسد. يا معلم منعم، يا معلم منعم. بس يا سيف، ده القهوجي. امال لابس كده ليه؟ الله يكرمك، عايزه واحد شاي. حاضر. شاي خفيف سكر زياده. على عيني. انا اكيد مش هشرب حاجه عندكم. مش انت لما بتغسل الكوبايات تغسلهم بالميه كده وخلاص؟ مظبوط. شكرا، انا مش عايزه حاجه. ماشي. في عصير فريش؟ لا، ما عندناش عصاير، انما في شاي وقهوه وحشيش وبانجو وبرشام على كل نوع. طلباتكم. طب هات لي شاي وبرشامه بنادول. قصدك ترامادول يا استاذ؟ لا، هات لي شاي وخلاص. حاضر يا استاذ. معلم معلش، سك بقى على الشاي ورصي لي حجرين حشيش على بانجو. من عناية. سكالانس. حاضر. هما بيبيعوا دراجز هنا عادي كده؟ اه ليجل. انا ما اعرفش انا توعدتكم ازاي وجيت المكان ده عشان دلدول. ودي الجيت. اسكت بقى، خلينا نشوف هنختار مين. ها، شايفين الراجل اللي هناك ده؟ شكله كده خطر قوي. هو كان خطر، بس بيتقال ان التاني ده اخطر منه. اخطر منه؟ انت ما شفتش عمل في الفحل ايه؟ امال هيعمل فينا احنا ايه؟ بصوا بقى، ايه رايكم في الكيوتا ده؟ ده عجوز قوي يا سيف. ما هو ده قديم، خبره، الدهني في الدوالي. ده احنا ناخده نعالجه، مش نخليه يسرق لنا. بس انا لقيته. شايفين الهادي الغامض اللي قاعد هناك دهوت؟ شكله احسن واحد يتكتك لنا. ياد، ده مخبر. ياد، ايه الظن ده؟ عرفت منين انه مخبر؟ اهو لبسه عامل زي الافلام الابيض واسود. انت ما شفتش شروق وغروب؟ شفت شروق بس. ما تعيطش ياد، مفيش حراميه يا جدعان يعيطوا. هظبطهولك دلوقتي. يا عم رضا. اهلا. اهلا ايه وسهلا ايه؟ بتشق الواد في دراعه ليه يا عم رضا؟ عيل قليل ادب ماسك مانتو وعمال يثبت العيال في الحاره. ما يثبت العيال في الحاره، ما بيتضرب عشان يبقى مجرم قد الداني. وبعدين تعرف الواد ده تبع مين؟ ده تبع المعلم سلطان، يعني مش هيحل، لان الواد ده من تلامذته وكان بيعمل الهوم وورك. على العموم احنا خدامين المعلم سلطان وعياله. معلش يا حبيبي، عندي دي لمؤاخذه. حلاوتك يا اخويا، ونعمل بيها ان شاء الله لمؤاخذه، دي نصرفها من انا جزخانه. خلاص يا ست الستات، شوفي ايه اللي يخلصك وانا خدامك. هات 100 جنيه. 100 جنيه ليه؟ هو قال لي ليه؟ مش عشان نعالج الواد اشي مكركرون على شاش على جاز على زفت على دماغه. بس بس بس، ال 100 جنيه يا ست الكل، وما تزعليش روحك. هات وما تبقاش تعملها تاني. على عيني. تعالى اهو. خد ياه 20 جنيه اديها لامك وسلم عليه. 20 جنيه بس؟ ده انت لسه لاسع الراجل في 100. انت مالك ياد؟ لاصعب شاب بدل ما كشم لك في وشك. امشي يالا. طب ودي اللي هوريك؟ والله لو قلنا مين تشبشب لي. والمصحف اللي ركبها لك في وركك. امشي يالا. بابا بابا. هي دي هي دي هي دي اللي هتسرق لنا المتحف. دي دي بنت. طب وماله البنت؟ البنت دلوقتي بقت مدرسه، بقت محاميه، بقت دكتوره، مهندسه، ديلر. الكلام ده يا ماما تقول ايه في الستات ما يعرفوش يكذبوا مع مفيده شيحه واصحابها دول. يا جماعه بس هي مهما كان هي بنت. انت ليه كده بتقول على البنات ان هم حاجه قليله؟ ما انا قدامك بنت اهو، اكتر واحده في مصر عندي فولورز على الانستغرام. ابقى ناجحه ولا مش ناجحه؟ يا ستي مش قصدي ومش وقت حقوق مرأة، انا بتكلم ان الست تخينه.
تخين هنيجي نقرب بالعقد تيجي تتزقر في اي حته ضيقه ومش عارف نقرب. على فكره مش مشكله خالص، انا شفت ناس كتير قوي بتقتل جوزهم وبتاكل اطفالهم وهم كلابيز عادي. انت مش بتشوف سبايا الخير؟ لا بشوف ذا فويس. خلاص تعالوا يا جماعه تعالوا نروح لها، انا اصلا شاكك ان دي بنت وشكله هيطلع ابراهيم نصر. لا لا ما بعملش مقالب سوري. خلاص ما تزعش يا عم سيف. يلا يلا نروح.